السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير. تخيل في يوم من الأيام جيك اتصال بهذا الشكل، هوية المتصل غير معروف، فأول ما ترد يطلع لك هاكر يطلع معلوماتك كلها ويقعد يهددك ويطلب منك مبلغ مالي. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي عزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة، بقينا شوي ونوصل 1,000,000 متابع، واستمتع في مقطع اليوم. طيب يا جماعة الخير، الشخص هذا انا من اول ابغاه وزيادة عليه مشتاق له، وعندي كل معلوماته لاني انا اللي مضبط جوجل ادسنس حقه، فراسل لي كل معلوماته. فالحين راح نتصل عليه، واول اتصال يا جماعة الخير شوفوا كيف الشكل بيصير، ناظروا شوف اذا حد اتصل عليك يكون لك كذا اتصال غير معروف، ما ادري هو طالع لكم لا، ولكن يجيك اتصال او هوية المتصل غير معروفة غير معروفة. يلا يلا بدخل عليه. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله، كيف حالك أخوي؟ طيب خير الله يسلمك ويعافيك. عبد الله الغامدي. مين معي؟ حياك الله. مين معي؟ حياك الله أستاذ عبد الله، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله الحمد لله بخير الله يسلمك. الحمد لله، أنا آسف على الاتصال في وقت المتأخر هذا. لا أبد ما عندك أي مشكلة، بس مين معي؟ طالع لي هوية المتصل غير معروفة. أي أبد أنا عارف أن الله اوكي عندك مشكلة. طيب استاذ عبد الله انا حاب بس اكلمك او اخذ من وقتك 10 دقائق بس اذا تسمح. تفضل. ايه حياك الله استاذي. انت عبد الله الغامدي صح؟ نعم. من سكان جدة؟ نعم. حياك الله استاذ عبد الله. انا قد قابلتك ممكن قبل 3 سنوات ممكن في الجامعة او لا اكثر 5 سنوات ممكن، من ذاك اليوم. ايه طيب مين معي؟ ايه نعم راح تعرفني في المستقبل. من ذاك اليوم انا مخطط تمام وحاطه في بالي اني لازم اهكرك وادخل جهازك واسرق معلوماتك. تحسبني امزح معك صح؟ ممكن حياك الله. نعم. تهكر وشو؟ اهكر بياناتك واطلع معلوماتك السابي. وليش ان شاء الله؟ الموضوع بيني وبينك شخصي. طيب تفضل. انا حاب اثبت لك اول شيء تمام ان عندي معلوماتك، ووين تبغاني ابدا؟ من وين تبغاني ابدا؟ بس من رقم الهويه ولا من حسابك البنكي ولا وش تبي؟ تبي ارسل لك صوره هويتك صوره رخصتك وش تبي؟ بس يا اخوي انت تسولف ولا وش؟ لا ما اسولف. يلا معك. طيب رقم الهويه عندك تبدا ب109 صحيح؟ ايوه. اي نعم. وبطاقه التصرف حقتك تمام؟ اي بطاقه التصرف عندك تنتهي ب998 صحيح؟ ايوه. كيف 998 بطاقه التصرف حقتك؟ وش دورك انت تشرفك؟ هذه من خصوصيات العمل استاذ عبد الله. طيب استاذ عبد الله طيب يا ركز، لا يرتفع صوتك بس وخليك ساكت وقف في محلك تمام. اسكت ولا كلمه. اسكت ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه. من جايب المعلومات دي؟ ركز معي. اول شيء من جايب المعلومات دي؟ انقطع عليك. مين انت؟ مين قطع علي انا؟ ايوه قطع عليك. مين انت؟ من فين جايب المعلومات دي؟ ترى والله العظيم ما خليك، انا قلت لك من الحين ركز معي ومش معي وراح اتعامل معاك بسريه تمام. يا رجال انا ما في خيرك اركب. من فين جايب المعلومات دي؟ جايبها لاني انا مخترق جهازك يا ثور. ركز معي ركز معي انت الآن تمام. أبغاك تهدى معي وأبغى أتناقش معاك مناقشة ودية تمام. طيب حتى إيميل قناتك ترى موجود عندي حق اليوتيوب. كيف موجود؟ موجود كل شيء في جهازك موجود، حسابك الانستغرام موجود، تيك توك موجود، اليوتيوب موجود، وش تبي بعد؟ طيب أقول لك شيء، ركز معي حسابات المونتاج حقتك موجودة معي. طيب خلصنا هنا؟ لا ما خلصنا. عندك ايميلين صح؟ ايه. طيب كلها موجودة معي مع الباسوردات، والله العظيم اني اقدر ادخل الحين واغير الباسوردات حقتها قسم بالله العظيم، ولكن انا راح اتماشى معك يا رجال. ركز معي. ركز 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 معي. انت ايش تبغى مني؟ ركز معي. كل اللي تبغى مني. مين انت اصلا؟ طيب ركز معي شوي. ركز معي. في احد حولك يسمعني؟ لا ما في. طيب اخوي ركز معي وابغاك تتفهم معي الموضوع اوكي؟ طيب. انا اقدر اوصل الكليم باب بيتك، هذا الشيء الاول تمام، ولا ابغى صوتك يرتفع وتكلم معي باحترام لاني انا هاكر اوكي؟ يا رجال اتهدد. ايوه كمل. تمام هذا الشيء الاول. الشيء الثاني وانا اخوك شوف انا بكون معك صادق وصريح، تبغاني الغي معلوماتك ادفع لي 1,000 ريال. ما تبي كيفك، تبي اعرضها البيع بطاقتك الصراف معلوماتك البنكيه ما عندي مشكله، انت اختار يعني. 1,000 ريال ليه؟ عشان انت اصلا دحين انت كيف جبت المعلومات؟ ركز معي. انا بقول لك انا طلعت لي معلوماتك في النظام لان كانوا الشباب يبغون يخترقونك، ولكن عرفت وجهك تمام، كانوا فاتحين عليك الكاميرا اوكي. حلو. يا سلام. انت قاعد عندك سيت اب صح كذا كمبيوتر ومكان، وعندك لمبه بنفسجيه وراك او زرقاء ممكن؟ ايش انت وصلت حتى للكاميرا؟ اي نعم واصلين حتى الكاميرا. قفل كاميرتك، انا عارف انك قاعد تستخدم اللي هي اتوقع اسمها ديمو بطاريه اتوقع، اللي تخلي الكاميرا شغاله 24 ساعه صح؟ ايه. يا سلام عليك. فاذا انت حاب ان
نحمي بياناتك هذه كلها ونكنسل الهك، لانهم هم كانوا يبغون يهكرونك، وانا قلت عندي الرجال ذا عارفه 1000 ريال اقفلك على الموضوع خلصني. خلاص ما عندك اي مشكله بحولها لك انت، بس انتظرني. لا ترى ما استهبل معاك انا، لا ما استهبل معاك عشان اقسم بالله العظيم ما خليك. اسمع انت، اسمع انت. المشكله الرقم مو طالع عندي ولا انا اعرف كيف تفهم. يا رجال لو حتى لو طالع عندك تخسي تسوي شيء تمام، هذا الشيء الاول. يا رجال اصلا لو فيك خير، اصلا لو فيك خير وانك يعني كذا كلام ذا كان ما خفيت رقمك هذا اصلا. ما ادري كيف خفيت انت، كيف خفيت؟ ما عليك ما هذه معلومات اشياء. اقول لك هاكر يا غبي. ايه اقول لك. اسكت. اقول لك اسكت. اسكت يا عبد الله الغامدي، اسكت يا اللي من جده، اسكت. طيب انا بسوي معك اتفاق ثاني اذا ما مشى الاتفاق الاول. اوكي يا اخي عجبني فيك انك صامل قاعد تسولف معي، هاي شيء حلو ذا ترى. لا لا انا بحاول اني القى ثغره فيك واعرف من انت. اوف اوف تبرمجت على طول صرت هاكر تقول ثغره. طيب ركز معي يا اخوي. طيب الاتفاق الثاني ممكن يمشي معك. إيه بس الشرط الثاني لازم تسويه غصب عنك. لا لا ما في شيء اسمه غصب ولا كلمة تسويه يعني غصب عنك. غصب تخسي توقع علي يا كلب والله لا يجيك اقسم بالله لا يجيك جدا. ركز معي ركز لا يجيك. اسكت 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 ولا كلمة. طيب ركز معي. لا لا ما تسكتني ما تسكتني يا حبيبي. ما راح اسكت خلاص ابشر بس ركز معي. تسوي هاكر وخافي الرقم وانك ضخم صوتك يا استاذ عبد الله. طيب يا جماعة الخير الشخص الأول راح يكون معنا مهند، شفته في الواتساب آخر اتصال له كان قبل 10 دقائق وأنا قايل له إني أنا مشغول أصلا مع الجامعة ومتقرش ولا أقدر أجيكم، يعني مستحيل أدخل عليه ديسكورد، فراح نتصل عليها الآن، ولكن أول شيء لازم نتأكد من الأصوات يرفض. طيب خلنا نتصل على مهند دايركت يا جماعة الخير، معلش. ألو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله حيك. معي مهند. حيك تفضل مين؟ حياك الله مهند. أنا واحد ممكن تعرفني بعدين ولكن مهند. أي تفضل. هلا أنت وينك في البيت؟ لا برا الحين. تعرف من أنا؟ لا من أنت؟ أوكي. أنت الحين قاعد تقول ولا من جد ولا شو الوضع؟ لا لا قاعد أتكلم معك جد. اسمعني يا أخوي وركز معي زين أوكي؟ طيب تفضل. معليش تقدر تبعد عن الاصوات المزعجه هذه عشان ما اعطل كل شيء في يدك؟ كيف تعطل اي شيء في يدي؟ دقيقه لحظه طالع انت ولا شو وضعك؟ لا لا وضعي تمام. انت من سكان الرياض يا مهند صح؟ اي صح. طيب وين بتروح الحين يا مهند؟ ايش دخلك وين بروح؟ انا تخلص علي وانت ترد على اي اتصال يجيك؟ اي جوالي بكيف ارد اللي الحين ايش تبي انت الحين؟ الرقم اللي اتصلت عليك. حلو ما ادري جاني رقم غريب فقلت خليني ارد ما ادري. طيب الله زايد واحد ما ادري. طيب ما اشوف الرقم ذا. طيب ركز معي يا اخوي ركز معي زين. تفضل. اوكي انت اسمك مهند صح؟ صحيح. الغامدي صح؟ اي صح. رقم الهويه 108. ايه 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 دقيقة وش اللي رقم هوية؟ ألو 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 تسمعني؟ ألو 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 أخوي يا حبيبي ركز معي زين وهدي معليش. رقم الهوية 108934. وين انت مين انت؟ طيب انا قبل كلمتك يمكن قبل شهر كلمتك على انستغرام ما رديت علي اوكي؟ طيب والله العظيم اني ما اخليك يا مهند اني لا ارد حركتك اللي سويتها فيني تمام؟ اي حركه؟ اي لا حركه؟ لا تسوي نفسك مجنون. طيب ركز معي. لا بطاقه الصراف. طيب. ولا حسابك في بشر ولا اي شيء موجود عندك كل معلوماته عندي اوكي؟ طيب طيب طلع بطاقه الصراف اللي معاك. بطاقه الصراف؟ اي طلع بطاقه الصراف حقتك. طيب يلا طلع بطاقه الصراف. دقيقه. اي طلعتها؟ اي تبدا ب 4/8. اي صحيح. طيب نهايتها 5/6/4. الو دقيقه صح ولا طيب لا؟ خلص الحين انت مين الحين؟ اي الحين انت مين؟ طيب يلا كود التحقق اللي موجود ورا لف البطاقه. اي اسلم. اي كود التحقق 360. لا غلط. كيف لا غلط؟ 360 بطاقتك بطاقة بنك الراجحي. وش اللي غلط؟ طيب صحي. طيب بعدين؟ طيب اخوي حاب اسحب من بطاقتك مبلغ الحين اعدبك. الحين ايش تفيد انت يعني تسوي الحركات دي؟ وش الفائده يعني؟ ماني فاهم. لا لا بعلمك بعدين كيف تفهم الموضوع. ركز معي. انت عندك واحد من اخوياك. طيب. اسمه يوسف صح؟ اي صحيح يوسف. طيب الو الو السلام عليكم. الو الو تسمعني؟ الو السلام عليكم. قفل ثواني دق عليه مره ثانيه خلني اطلع رقمه. والله لزعجه والله. صفر. الو هلا. السلام عليكم. السلام. حياك الله اخوي يوسف كيف حالك؟ طيب هلا من معي؟ هلا معي يوسف صحن العنزي. هلا من بس حاب اخذ من وقتك 5 دقائق اذا تسمح استاذ يوسف.
أنا حاب أتواصل معك بخصوص بعض الأشياء اللي أنت كنت مكلمني عليها. الوقت يسمح أستاذ يوسف أني أتصل معك الحين؟ لا، بس تعطيني من وقتك بس 5 دقائق أستاذ يوسف. طيب أنت كلمي من أنت هو؟ أنا ما شخص ما تعرفني، ولكن أنا حاب أتواصل معك بخصوص بعض الخدمات اللي قدمتني. طيب عليها. تواصلت معك كيف؟ كيف تقول تواصلت معك؟ أنا ما أعرف أخي يوسف. معليش بس عندي استفسار بسيط أخي يوسف، أنت رقم هويتك اللي هي 10 تبدأ ب10 وتنتهي ب736؟ طيب. إي نعم، عشان كذا بس حاب أكد لك إني كنت متواصل معي. بس تواصلت معك، تبغى أعطيك اسمك كامل، تبي أعطيك بعض معلوماتك؟ أنت رقم بطاقة الصراف حقتك. أنا الحين بعرف من أنت وش تبي. أنا بس حاب أتواصل معك بس بخصوص بعض الأمور، بس تعطيني بس اسمح لي إني أتكلم معك، بس أنت ما أعطتني وقت أتكلم معك أستاذي. طيب يعني هذا سأل. طيب أنا بعرف من أنت. طيب أنا بس حابين يعني عندنا معلوماتك ظاهرة في النظام تمام، ونقدر نكشفها للناس بشكل كبير. نعم، ممكن نطلب منك مبلغ تمام عشان حنا نخفي معلوماتك هذه. حلو. طيب انت قاسمها يعني انت قاسم مبلغ ولا وش؟ اخوي لا يكون اتصلت عليك وانت نايم. ما ادري انت ايش تبي، وش الزحمه، وش بعدين هذه هويه متوفره ما اطلع لك رقمنا استاذي؟ لا من انت اساسا؟ ركز معي بس شوي اخوي، ركز معي. احنا راح نطلب منك مبلغ تمام، نبغى منك مبلغ 10,000 ريال. ولا كلمه اخوي، اسمعني زين عشان ما اصدر كف تمام. خيسي يا ابني ركز معي شوي، تقدر تدفع مبلغ 10,000؟ نقدر نقصدها لك عن طريق ثابي إذا حاب. والله ذكي بضحك، انت ما اختفيت انت لحد الان. اخوي نقدر نقصدها لك عن طريق تابي اذا انت حاب تمام. 10,000 تدفع لنا الشهر الاول 2500، الشهر الثاني 2500، ونقسمها لك. طبعا معلوماتك عندي، بعطيك انا معلوماتك اذا انت ما انت متاكد. عندك بطاقه الصراف تنتهي ب 473، اوكي؟ هذه بطاقه الصراف تمام. عندك اسمك طالع اللي هو يوسف صحن العنزي، سكان منطقة الشرقية، بالتحديد الخبر بين الخبر والظهران ساكن أتوقع، صحيح أستاذي؟ تبني جوابك؟ لا لا أنا بس حاب، ما أحتاج جوابك، ما أحتاج جوابك، أنا أعرف وش الجواب، ولكن حاب أعطيك المعلومات اللي عندي اللي تخصك تمام. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أستاذ يوسف، عندي برضه يعني كذا شغل، عندي لوحة السيارة، عندي معلوماتك بشكل كامل، حساباتك، حساباتك البنكية. أنت عندك حساب في بنك الراجحي صحيح؟ بنك الرياض عفوا. طيب بنك الرياض عندك حسابات؟ طيب لما تاخذ فلوس من المكتب تشحذ؟ لا لا، هو بس عشان الكود الاوتوبي الرساله، مو اني اتشحذ منك الله يسعدك. فهودي معذبك بس قادر تاخذه. اي نعم الكود ابغى اذا وصل لك، تقدر تعطيني الكود؟ الحين من استاذ يوسف؟ شيء اسمه غصب، ولا كلمة تسوي غصب عنك، غصب تخسي توطى علي يا كلب. والله لا يجيك، اقسم بالله لا يجيك جدة. ركز معي، ركز، لا يجيك. اسكت 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 اسكت، ولا كلمة. طيب ركز معي. لا لا ما تسكتني، ما تسكتني يا حبيبي، ما راح اسكتك خلاص، ابشر بس ركز معي. تسوي هاكر وخافي الرقم وانك ضخم صوتك يا استاذ عبد الله. الو ايش فيه؟ اهدى استاذ عبد الله. طيب ركز معي، والله بتفق معك اتفاق وبمشي تمام، لا تقفل وركز معي اوكي. وش اتفاقك؟ كم لك قاطع على اليوتيوب يا كلب؟ كيف؟ كم لك قاطع على اليوتيوب يا كلب؟ معك بيوهار رسامة. يا أخي أقسم بالله إنك جزمة وإنك قليل حياء يا وفخ، وعارف إن هذه حركاتك يلي ما تستطيع على وجهك. طيب سؤال بس سؤال، ركز معي والله، ركز والله إني مشتاق لك، ركز معي ركز معي والله إني مشتاق لك. هذا الشيء الأول تمام. مشتاق لي تسوي فيني حركات؟ أسوي فيك الأردة من ذي، ليه تقطع على اليوتيوب؟ طيب كم لك قاطع على اليوتيوب؟ كم لك قاطع على اليوتيوب ومتى بترجع؟ يلا خلك من كم اللي قاطع على اليوتيوب، لين خرسني يا حبيب قايل معلوماتي كلها. عندي أنا. عندي عندي من قبل. هذا مين؟ انا اسف انا اسف والله، بس تخليني اشتاق لك. هذا الشيء الاول، انا اللي ترى الاشتاق لا اجرم بحقه تمام. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، متى بترجع على اليوتيوب؟ بسرعة، المكالمة محسوبة علي. بإذن الله قريب، بإذن قريب مرة. متى يعني قريب؟ متى؟ كم لك ما نزلت؟ يا لي 4 شهور. يا سلام يا أخي، يعني لي 5 شهور ما قابلتك أنا. والله عاد ايش يسوي؟ مع السلامة. الله يوفقك. يلا مع السلامة. يا جماعة الخير، رابط قناة بيدكس موجودة تحت الديسكربشن. أقسم بالله العظيم يوتيوبر هذا تراه أنا أحبه مرة، وشغله مرة جبار. فتابع قناته وعطى فرصة، وصدقني إنه يوم من الأيام بيطلع من اليوتيوبر الكبار. وتذكر كلمتي هذه. لا لا بعلمك بعدين كيف تفهم الموضوع، ركز معي. أنت عندك واحد من أخوياك اسمه يوسف صح؟ إي صحيح يوسف. طيب. ألو مهدد، السلام عليكم. الله لي وقدوه. مهند السلام عليكم. كل زقة بين الذين دقيقة 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 اسمع اسمعني 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 الله يلعن بليتك يا شيخ. اسمع اسمع والله يا مهند، اللي توني ما بديت اقسم بالله اني قاعد اسخن، وقلت بتصل عليك.
شرشتني الله لا يوفقك. ركز معي اسمع. اسمع عندك اغراض اليوسف. يمه 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 يا الخوف يمه يا حمار خارج من بيت الدنيا كل امها ظلام يا حمار. بالله قاعد تمشي بطريق مظلم كله ظلام عن شكلك يا شيخ. طيب اسمعني اسمعني مهنة تكوى ابغاك تعاون معي اوكي. ورب المصحف اسمع ورب المصحف اني خرجت ورب البيت انا الحين تعرف ايش رقم الهوية 1-0 الو يا ابن اللبينة يا حمار. طيب ركز معي تكفى مالده تكفى اني طالبك. عندك معلومات اليوسف انت صح؟ ما ادري لا يا حبيبي لا تسوي نفسك مجنون. وشو؟ اي انا يوسف عندي بعض الاشياء ولكن قد سويت له شغله قبل وصار يحذف تمام في الديسكورد اوكي؟ حلو. اي انت قبل يومين شاحنين في بوكس انا كنت معك في الديسكورد لا تسوي نفسك مجنون. لا ورب البيت. والله؟ والله. ما عندك بطاقة البنك حقت يوسف؟ بس كل ما يملك عند روح. كل والله؟ والله؟ كل ما يملك، تعرف معنى كل ما يملك؟ صادق. تعرف معنى كل ما يملك؟ إيه. يعني هو قد قالها، كل ما يملك، تعرف ايش معنى كل ما يملك؟ ايوه. يعني روح الحين، روح الحين، روح الحين، الحين، روح، ركز معي، ركز معي، الو! إيه 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 إيه. ركز معي، ركز معي. تبغى يوسف يبيع البي سي؟ ايوه. تبغى يوسف يقطعها معاك رسمي؟ ايوه حقيقي ايوه. حقيقي؟ إيه. اقطع كل ما يملك في حياته عند روح يعني بس اكلم روح صح؟ كل ما يملك حساباته في كل مواصل التواصل الاجتماعي بطاقاته كلها كل شيء بارقامه السريه بين كل شيء اوف صادق. بس اجي خلاص اذا كذا اروح الروح اجل يلا بس لا لا انا بس حاب ما احتاج جوابك ما احتاج جوابك انا اعرف وش الجواب ولكن حاب اعطيك المعلومات اللي عندي اللي تخصك تمام هذا الشيء الاول الشيء الثاني استاذ يوسف عندي برضه يعني كذا شغل عندي لوحة سيارة عندي معلوماتك بشكل كامل حساباتك حساباتك البنكية انت عندك حساب في بنك الراجحي صحيح بنك الرياض عفوا طيب بنك الرياض عندك حسابات طيب ما تاخذ فلوس اذا وكتب تشحذ لا لا هو بس عشان الكود الاوتوبي الرسالة مو اني اتشحذ منك الله يسعدك اه فهودي معذبك وانت قادر تاخذه اي نعم الكود ابغى اذا وصلك تقدر تعطيني الكود الحين من هلا يوسف خابة عليك خابة هلا ابوي ليكن نايم وشو ليه طالع لك كذا هو متصل غير متوصل ايه طلع لك غير معروف صح هويته متصل كذا يما يلا ليه ثاني واحد اطيح فيه ينخرش ابغى واحد يتكلم ابغى واحد يسب واحد كيف غير صوتك كذا والرقم مو طالع لك اكلمك عن طريق البي سي بعلمك بعدين طريقه الله يخرجك انا قلت هذا ايش فيه والله اني نايم مخي بالله مخك مو راكب للحين ها